بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والخمسون، أنا كاتب خطأ، والأربعون، الثالث والخمسون بعد المئة الأولى، يعني 153 بفضل الله، من كتاب الأدب المفرد لإمامنا محمد بن إسماعيل البخاري عليه من الله شبيب الرحمة والرضوان. وبه إليه قال: حدثنا مسلم. هذا مسلم مو الإمام مسلم، يعني البخاري ما روى عن الإمام مسلم، هذا مسلم ابن إبراهيم، وليس المسلم صاحب الصحيح. وبه إليه قال: حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي. هلا في واحد تاني صدقة ابن موسى، فشلون بده يميزه؟ فبيقول لك بيعطيك لقب، يكنى بأبي فلان، هو أبو المغيرة السلمي حتى تميزه. طبعا هذا في علم هون. نعم. قال: حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني. في واحد تاني عبد الله بن غالب، فمشان ما تخربت بيناتهم جوز يكون هذاك ضعيف أو يكون ببلد آخر، فقال لك للتمييز هو الحداني. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. هذول يعني شيئان متناقضان، بخيل وسيء الخلق. كيف هذا الإنسان المؤمن يكون على هذه الشاكلة؟ أبدا. الإيمان يورث الثقة بالله، والبخل يأتي من عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. أبدا لا تجد إنسانا كريما إلا ويكون واثقا بربه. امبارح حكينا قصة عن الشيخ سليم المسوتي، حاحكي عن طبعا بسندية عن الشيخ كريم راجع، حاحكي اليوم قصة تانية من باب، يعني مو من باب الحكاية، نحن هذا درس علم، لكن من باب توثيق الصلة بالله والثقة بالله. الشيخ سليم المسوتي أحبابنا كان معروفا، كان جامع التوبة، وكان معروف عنه يعني شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ففي اثنين من تجار الشام طلعوا على ابني، إذا ما بدك تسمع الدرس بيتك الطريق مفتوح الله يرضى عليك. الشيخ كري، شايف شلون؟ شايف؟ الله يهدي لياك. في اثنين من تجار الشام طلعوا على الأسيتانية على اسطنبول، فنهوا تجارتهم، بعدين حملوا حالهم يعني بدهم ينشروا لهم شوية هدايا، فملقوا عباية مرتبة كتير. هذا كلام أخبرنا به الشيخ كريم الله يحفظ لنا، يا ساعته موجود الحمد لله قارب المئة. فقال له: إيه شو هالعباية الظريفة هاي؟ قال له: بس شريكه، اثنين شركة مع بعض. قال له: هذه لا تليق لا بي ولا بك. قال له: بمن تليق؟ قال: تليق بالشيخ سليم المسوتي. الشيخ سليم المسوتي بالشام وهن باسطنبول. قال: تليق بالشيخ سليم المسوتي. اشتروها ولفوها وجابوها. لما قعدوا بقى وفردوا بضاعتهم وكذا، بدهم يبعثوا هالهدايا، فعند بدهم يلفوا الهدية يضبطوها هيك، قال له: معقول نبعث له اياها ناشفة للشيخ؟ شوف شيخ وليد قديش كانوا يحترموا المشايخ. قال له معقول نبعث له ناشفه؟ قال له: شو برايك؟ قال له: حط له معه 10 ليرات ذهب. حط له 10 ليرات ذهب لاجير عم يسمع وشوف. فلما مشي لاجير واخذها لبيت الشيخ سليم، قام شو قال هذا الاجير؟ شو عرفوا الشيخ ان كانوا 9؟ سيدنا لما كانوا 10، ها هي ليره ذهب، وراح حطها بجيبته. وصل على بيت الشيخ، دق الباب، قال له: سيدي معلمي ومعلمي فلان وفلان بيسلموا عليك، هاي هدية منه.
فتح له ديام لقى فيها ليرات ذهب 1 2 3 4 5 6 7 8 9. قال له ابني الليره العاشره وين؟ شوف هذا رجل على صله بالله وحسن ظن. قال له اني ليره عاشره وعمل حاله ما عنده علم. قال له ابني شوف الله ما بيكذب، انا قبل شوي متصدق بليره والله قال من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. الله ما بيرجعهم 9، بقى لي الليره العاشره وين رحت فيها؟ عم يحكي معه هيك بيقين، اللي الليرة العاشرة هيك عم يقول له أبو محمود وين رحت فيها؟ قام قال له مشان الله لا تقول لمعلمي. قال له ابني سامحتك بس أنا يعني ما ضبطت معي الحسبة. سامحتك، هو رجل كريم. قال له سامحتك، القصة ما خلصت. أخذ العباية لبسها وراح على جامع التوبة، طلع من بيته على جامع التوبة. الوقت صلاة العصر، شعر حاله متضايق ابو عمار، لا حاله متضايق، قال فوت على الحمام. فات على الحمام، كانت بتتذكروا الحمامات كان الباب مو لفوق مسكر، يعني اخر نص متر بخلوه مفتوح. فواحد بده يعلق شغله ما كان في علقات، فمسك العبايه وعلقها. فايت واحد يعني ما له علاقه بالجامع، هي حمامات الجامع، يعني جاي هيك متضايق، فايت ما له علاقه بالدين كله. قام شاف العباية وعم تلالي ملالا، قام سحبها شوي شوي وهرب. طلع الشيخ قال له العباية، بقى جامع التوبة له 3 مداخل، ناس راحت من هالمدخل، ناس راحت من هالمدخل، ناس ما لحقوا. شوف كمالة القصة، أخذها على محل من محلات هيك تجار الشام، شافها تاجر، قام قال له لشريكه والله شي حلو. قام شو قال له شريكه؟ بس لا بتليق فيه ولا فيك. قال له بمين بتليق؟ قال له بتليق بالشيخ سليم المسوتي. هديك باسطنبول، هاي بالشام، غير التاجرين هدول. قال له لا بتليق لا فيه ولا فيك. قال له بمين بتليق؟ قال له بالشيخ سليم المسوتي. قال له لف له اياها خليني ابعتها. قام شو قال له؟ قال له بنبعث له اياها ناشفه، حط له 10 ليرات ذهب. حط له 10 ليرات ذهب. الشيخ طبعا هي القصة من هون، هداك ما باعها من هون، بدول ما اتفقوا من هون، ما جير لفوا له اياها وحطوا له الليرات الذهب. وصل لعنده، عنده هو صلاة العصر وبين الأذان والإقامة في 3 ساعة، وعنده الأوراد وعنده مجلس بعد صلاة العصر. وهو طالع اجته نفس العباية اللي انسرقت منه قبل ما يفوت على صلاة العصر. هلأ رجع له 10 ليرات ذهب. شو هدول 10 ليرات ذهب؟ هدول مقابيل الليرة اللي سامح فيها الأجير يلي سرق الليرة. انتبهنا؟ قام شو قال لهم؟ يا أهالي جامع التوبة صلي 50 سنة بعلمكم التوكل على الله. حكى لهم القصة اللي أنا بقى هلأ حكيت لكم إياها. نحن مو حكواتية، هاي المقصود منها الثقة بالله. اي نعم. طيب قال لا خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. قال لأن البخل لا يكون إلا من قلة الثقة بالله، البخل والكرام من الثقة بالله، والمؤمن واثق والبخل يجره إلى سوء الخلق، والمؤمن رحيب الصدر فلا يضيق صدره. قال الشارح هذا الحديث نفي بمعنى النهي، يعني لا تكونوا بخلاء ولا تكونوا سيئي الخلق، ولا يقصد بينهما أنه يسمح بواحدة والنهي عن الجمع، لا، النهي سواء في حال الإفراد وفي حال الجمع. قال والحديث خبر بمعنى النهي، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن بخيلا وأن يسوء خلقه، وليس فيه إجازة الاتصاف بأحدين منها. بيجي عنا أثر بس نحن يمكن جاوزنا 5 دقائق، مو هيك؟ بكرة بنقرأ الأثر، الأثر يعني عن صحابي بنفس الموضوع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.